أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ ترجمة
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَى